قصة حاتم قصة تقص. عنده 9 بنات وطالع في رحلة العلم. زوجته قاعد تبكي، راح فين يا حاتم؟ 9 بنات عندنا، بنت من سنة لغاية 17 سنة، تروح فين؟ قال لها رحلة العلم. بنت عنده 10 سنوات تحفظ القرآن. قالت لأمها وأخواتها دعوه سيبوه، لن يتركنا إلا لحي رزاق لا يموت. شو اليقين؟ اتركوه خليه يروح، يعني هو الأب يرزق؟ هي المؤسسة اللي تقبض منها الراتب ترزق؟ هو البنك المركزي يرزق؟ لا. قال ربنا ها وفي السماء، ولا هو في البنك؟ لا. ولا هو في المصرف؟ لا. قال ايه؟ وفي السماء رزقكم ها وما توعدون. طيب خرج، جاء الليل، الاولاد بدأوا يشعروا بالجوع، لكن عندهم برادات. احنا عندنا كلنا ما شاء الله الطابق الاسفل من كل بيت في برادات تكفي الكويت والبحرين وقطر والخليج ولغاية المغرب، سبحان الله. اقول لك يا اخي ما في اكل في البيت. المهم علينا، نحمد الله على كل حال. فسبحان الله العظيم جاء الليل ما فيش اكل. بدأت الام والاخوات يقرعوا البنت، يعني كنت تشجعيه على السفر، يعني قالت تركنا لحي رزاق لا يموت. شوية طرق الباب طارق، فتحوا الباب لقى فارس على فرس ومعه كوكبهم مساكنين في اطراف المدينة كده، ما شاء الله زي منطقتكم كده بعيد عن الايه زحمة الكويت والمدينة والاطراف، سكن الاشراف ما شاء الله، وانتم من الاشراف ان شاء الله، بارك الله فيكم، شرفكم الله بالاسلام وايانا ان شاء الله رب العالمين. فهل عندكم ماء يا آل البيت؟ فضحكت البنات قالت والله ما عندنا غيره، يعني انت الحمد لله طلبت شيء موجود. قال يا ابو كوز الماء شرب والفرسان اللي حواليه شربوا. فبيت من هذا؟ هل هذا بيت حاتم الاصم، حاتم عالم المسلمين وامامهم ما شاء الله. اترى الطارق هذا ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. ابو جعفر عاه الكيس اللي على الخرج اللي على الفرس، راح فيه صرة من الذهب كده كيس، راح اخذ الكيس وراح القاه داخل عتبة الايه الدار، ونظر لمن حوله، من كان يحب امير المؤمنين فليصنع ما صنعت. حتى بالله عليك لو ما يحبش يعمل ايه؟ ها؟ لو لا يحب يعني يعمل ايه يعني؟ برضه يرمي روحه، صح ولا لا؟ يعني حتى المنظرة سبحان الله، نسأل الله الصدق يعني. المهم كل واحد اللي معاه شويه فضه يرمي اللي شويه، سبحان الله. ابو جعفر غادر مع الفريق، البنات يغلقوا الباب لم يستطيعوا غلق الباب من كثره اكياس الذهب والفضه. البنت العاقله النبيهه دي نظرت لاخواتها وامها، قالت نظره من مخلوق قد اغنتنا، فما بالكن لو نظر الينا الخالق. يا الله، نظرة من مخلوق حولتهم من حد الفقر الى ايه؟ الى اغنى الاغنياء. امال لو الخالق نظر؟ دي نظرة مخلوق.